كثيرات هن النساء، ولكن مثلك قل وندر. كل من يشوفها يشوف ملاك رباني شعنور ساطع. هي الإحساس وهي الحنان والصدق والكبرياء والشموخ والرقي والأمومة والجمال. أبرز معايير جمالها الشعر الكثيف، ومن صفاتها العيون الكحيلة اللي تتميز بلون اللوز، والحواجب فوق عيونها هلالين يحسدها عليهن النساء الغربيات لأنها تصلح لكل صيحات الموضة. عرفت من هي؟ هي المرأة العراقية عطاء لا يتوقف مثل نهر دجلة المتدفق. المرأة العراقية نخلة باسقة تتحدى المستحيل. المرأة العراقية معطاء وقوية لا تنحني للرياح. المرأة العراقية كانت وما تزال مثال الأدب والاتزان والرقة والأمان. المرأة العراقية هي الحبيبة وشجرة الحب النابضة بالحياة لأنها تحمل قيم أخلاقية عليا. المرأة العراقية هي الزوجة المضحية والسند الحقيقي للرجل في السراء والضراء، وهي واحة الجمال وملهمة الشعراء والعاشقين كيف لا، وكل مقومات الجمال لديها. مو حقهن؟ منك يغارا كل بنات الكون، لأن ما بيهن البيج معتلي العرش والحسن مولاته. يا في النخل، يا صوت العصافير، يا دجل العذب متباهي بذاته. حياكم الله في حديث بغداد.